مرة تانية بشكر القوات المسلحة، وأنا مش هنسى إن أنا أوجه الشكر للواء مصطفى أمين، ونتمنى له الصحة والعافية على الجهد اللي بذله أثناء تولي الجهاز، وهو اللي بذل جهد كبير جدا في خروج هذا المشروع اللي احنا بنفتتحه النهاردة. فاحنا هو مش موجود معانا دلوقتي، لكن احنا بنوجه له الشكر، وده أمر احنا بنحرصين على إن احنا دايما نعطي او يعني نوجه الشكر لكل من بذل جهد وساهم مساهمة إيجابية في إقامة مثل هذه المشروعات اللي احنا بنفتتحها. يعني مرة تانية انا بتمنى التوفيق لنا، وبتمنى ان احنا الكلام اللي احنا اللي اتكلمناه كله فيما يخص الموضوعات المختلفة وعملية الاهتمام بالصحة العامة لكل المصريين الصغار والكبار، ويبقى فيه جهد كبير قوي بيتبذل مننا كلنا في الإشارة والتوجيه لأهمية الصحة في بناء المجتمع ده وتطوره بعد كده. قبل ما انسى، احنا الحكومة ده يعني وزارة الصحة شغالة في عملية التطعيم، وأرجو أن ده أمر نكسب جهودنا فيه قبل العام الدراسي القادم. قبل العام الدراسي القادم مهم أوي أن احنا العاملين في القطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي نكون يعني أعضاء التدريس والعاملين اللي موجودين في المدارس والجامعات نكون طعمناهم بالكامل، حتى نكون مستعدين لاستقبال العام الدراسي بشكل أكثر قدرة في مواجهة هذه الجائحة. واحنا عاملين حسابنا ان احنا على نهاية هذا العام نكون يعني طعمنا نسبة كبيرة جدا جدا من الشعب المصري، واحنا مستمرين في هذا الامر. وبرضو بقول تاني من فضلكم الاجراءات الاحترازية، واحنا مش عايزين التوفيق اللي ربنا وفقه لنا خلال السنتين اللي فاتوا حتى الان، يعني ان هم يعني ما نعتبرش احنا من الدول اللي كانت لها الجائحة كان لها تأثير كبير قوي علينا. نستمر في الحرص والحذر عشان يعني نفضل ماشيين بالتوازن اللي احنا ماشيين بيه ما بين الإجراءات الاحترازية وما بين الإجراءات الاقتصادية اللي احنا حارسين عليها، حتى يعني تبقى الأضرار التي تضررنا منها من الجائحة هي في أقل معدلاتها.